السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي أولياء الأمور مع موقع نذاكر. المرة اللي فاتت، الفيديو اللي فات قبل ده على طول، كنا بنتكلم عن conversation قامت ما بين assistant ورانيا، تيب سكريبت قريناه مع بعض وفهمناه. دلوقتي ده كان يخص lesson 3. دلوقتي هنتكلم بقى عن lesson 4. نجيب التيب سكريبت اهو نقراه مع بعض بالراحة. My name's Tamer. اسمي تامر. I'm 11. عندي 11 سنة. I like English. انا بحب الانجليش. But art is my favorite subject. ولكن الارت رسم المادة المفضلة عندي. I like painting in my free time. انا بحب ارسم بالالوان في وقت فراغي. In my free time في وقت الفراغ احنا خدناها قبل كده. بصوا في الفيديوهات القديمة هتلاقوا كل ده مكتوب وشرحينه مع بعض في الفيديوهات السابقة، يا ريت تبصوا عليها. I live in a village called السبا أبار. هو بيقول ان هو عايش في قرية اسمها السبا أبار near إسماعيلية، بالقرب من إسماعيلية. My friends are ياسر and Ali. صحابه اسمه ياسر وعلي. ياسر is 11. ياسر عنده 11 سنة زي تامر. 2. But Ali is 12. علي أكبر منهم بسنة، عنده 12. ياسر is very good at sports. ياسر موهوب جدا وشاطر في الرياضة. الرياضة اللي هي زي فوتبول باسكتبول، مش الرياضة اللي هو ماث. He loves karate. هو بيحب الكاراتيه. He plays in a football team too. يعني هو بيلعب فريق كرة القدم أيضا. علي is good at languages. يعني علي كويس في اللغات. He speaks English very well. بيتكلم English كويس جدا. He often talks to his cousin in England. لانه غالبا بيتكلم مع قريبه، سواء ابن خالته ابن عمته، كلهم بينطلق عليهم اسم كازن في انجلند، في انجلترا. اتمنى النص يكون سهل وتكونوا فهمتوه وعرفتوا تقروه لوحدكم. بليز لو في اي سؤال اكتبوه لنا في الكومنت سيكشن. ثانك يو سو ماتش. بليز لايك اند شير.